يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل بين بعض الدعاة إلى الله عز وجل من الردود فيما يختلفون فيه، هل الشدة والقسوة في الرد على الأخطاء تكون مخالفة لقول الله سبحانه أذلة على المؤمنين؟ الرد إذا كان المقصود منه الانتصار للنفس هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد بيان الحق، إذا كان القصد منه بيان الحق فهذا أمر مطلوب، المدار على نية الراد. وأيضا لا بد أن يكون الراد من أهل العلم وأهل البصيرة، ما كل من خالف ترد عليه وأنت ما عندك علم ولا عندك بصيرة إلا لأنه ما وفق أو خالف، هذا للهوى والنفس ما هو لله عز وجل. نعم.